والله المباراة كانت صعبة، يعني كنا متوقعين المباراة تكون صعبة، و سورتو الوداد تمر بالفترة هذه، تمر يعني فترة باهية وعندهم جمعية باهية، حاولنا يعني نعرفوا كيفاش نجريوا المقابلة ونحاولوا نكنتروهم معناتها بكونتر ولا حاجة باش ماركيو، وجاتنا الفرصة في الشوط الأول، أما لغال ما جزمناهاش. إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله نكونوا يعني في الرتور في سوسة إن شاء الله نكونوا حاسمين إن شاء الله.